أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الحرائق الذي بلغ عددهم 65 شخصاً بينهم 28 عسكرياً. كذلك أعلن الرئيس الجزائري تجميداً مؤقتاً لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ما عدا التضامنية منها. أكد المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيتش أن عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق قبل 24 من ديسمبر المقبل قد يؤدي إلى حرمان الشعب الليبي من القدرة على انتخاب ممثليه، خاصة أنه لم يتبقى على موعد الانتخابات إلى 134 يوماً، ويجب أن لا تقود أي مقترحات عملية إجراء الانتخابات في موعدها. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعضاء الحكومة بتفعيل أوجه التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وتعظيم الاستفادة مما يمتلكه هذا الصرح الكبير من إمكانيات هائلة تسهم في إنجاز ملفات العمل بمختلف الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بالدولة، لا سيما في مجال التحول الرقمي. أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد فحص 18 مليون و200 سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وتقديم العلاج بالمجان، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو من عام 2019 حتى اليوم، مؤكدة عدم تراكم قوائم انتظار لتلقي المنتفعات العلاج بالمبادرة. أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد تواجد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بدءاً من اليوم بمدينة العالمين الجديدة ونطاق الساحل الشمالي بالتنسيق مع وزارة العدل وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتقديم خدماتهم للجمهور والتيسير عليهم في حصولهم على تلك الخدمات. نفت وزارة التعليم صحة المنشور المتداول عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، مشددة على أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة شهادة الثانوية العامة بشكل رسمي خلال الفترة من 15 إلى 18 من أغسطس الجاري. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم عبور 82 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات صافية قدرت 4.7 مليون طن، مؤكداً أن تطوير المجرى الملاحي للقناة يتصدر أجندة العمل خلال الفترة المقبلة.